السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على جلايكوليسيس ستيب باي ستيب أو التحلل السكري خطوة بخطوة. الجلايكوليسيس أو التحلل السكري زي ما احنا عارفين وقلنا في فيديوهات سابقة هي المرحلة الأولى من 3 مراحل خاصة بالسيلولار ريسبيريشن أو التنفس الخلوي، اللي هو عبارة عن إيه؟ اللي هو أكسدة وتكسير وهدم المواد السكرية أو المواد المعقدة الغنية بالطاقة ونكسرها إلى مواد أبسط. ليه؟ عشان نحصل على الطاقة من الروابط اللي احنا هنكسرها ما بين الكربون والكربون. ونبدأ على بركة الله مع بعض. كلمة جلايكوليسيس اللي هي التحلل السكري دي بتتم على 10 خطوات هنشوفهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. التحلل السكري ال10 خطوات الاختصار بتاعهم في اللي قدامنا ده، اللي هو تحول الجلوكوز من مركب سداسي الكربون الى مركبين كل واحد فيهم 3 كربون، يبقى جزيء واحد هيتحول لجزيئين. ده بيتم على 10 خطوات. نعم الاستفادة، يبقى احنا هنكسر ال6 كربون دول. هما فين ال6 كربون؟ ادي 1 2 3 4 5 ورقم 6 بره الايه؟ الحلقة. يبقى دي حلقة سداسية. ليه 6 مش جوه؟ عشان هنا في اكسجين هنا. المهم ان احنا هنكسر هنا ما بين الكربونتين عشان يحصل ايه؟ يديني 2 مولكيول او جزيئين من البيروفات. طيب الكلام ده بيتم على 10 خطوات. طيب انا عشان استثمر في الموضوع ده واحصل على شويه طاقه، اللي احنا ده مش هي دي الطاقه المقصوده، لا ده في طاقه في الاخر خالص هنحصل عليها، لكن لازم اصرف طاقه في الاول زي ما احنا هنشوف. يبقى في خطوتين هنصرف فيهم 2 ATP وبعد كده نحصدهم. ان بستثمر، ان بحط، ان بصرف ATP، بستهلك ATP وحاجه هحصده بعد كده. ونشوف مع بعض الخطوه الاولى من خطوات الجلايكوليسيس. احنا اتفقنا وشفنا في فيديوهات سابقه ان الجلايكوليسيس ده بيتم داخل الخليه في السيتوبلازم مش داخل الميتوكوندري. طيب عشان يحصل ال10 خطوات دول لازم نضمن ان الجلوكوز اللي موجود عندي ده يفضل جوه الخليه، وعشان يفضل جوه الخليه ما يخرجش منها لازم يحصل له حاجه اسمها فوسفورايزيشن. فوسفورايزيشن او فوسفوريليشن اللي هي عباره عن ايه؟ اضافه الفوسفات في المجموعه او في الكربون رقم 6. يبقى الجلوكوز اللي عندنا هيحصل له فوسفوريليشن او فوسفورايزيشن. المهم ان هو هيتم اضافه. هنجيبه منين؟ هنجيبه من الاتش بي. يبقى انا بصرف دلوقتي اهو عشان لسه هستثمر. يبقى الخطوه الاولى بتضمن ان الفوسفات. احب بس انوه هنا عن حاجه، احنا مش بنشرح بايو كيمستري، مش بنشرح كيمياء حيويه، احنا بنشرح الجلايكوليزيز او التحلل السكري داخل البيولوجي او مقرر وظائف الاعضاء. ليه؟ عشان لو كنا بنشرح كيمياء يبقى كان لازم هنوضح بقى ايه المركبات اللي هتخش تاني، اذا كان في ميه هتدخل في التفاعل وازاي ده هيوصل هنا والشحنه السالبه هتيجي منين، الكلام اللي هو التفصيل بتاع الكيمياء، وده انا مش هتعرض له هنا. بنقول ان النيجاتيف تشارج اللي هتبقى موجوده هنا بعد اضافه الفوسفات بتخلي الجلوكوز ده اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت، يعني الجلوكوز اللي فيه فوسفات في رقم 6. اللي بيعمل الكلام ده مين؟ انزيم اهو. الانزيم ده كلمة إيز معناها إنزيم، كاين معناها نقل طاقة، هيكسوز عشان بيشتغل على السكر السداسي. يبقى إذن الإنزيم اللي عندنا هيكسو كاينيز بيشتغل بيضيف فوسفات على رقم 6 في الجلوكوز فيتحول إلى جلوكوز 6 فوسفيت. طيب الخطوة التانية هنلاحظ إنها هتبدأ دايما بالمنتج الأخير ده. يبقى إذن المنتج الأخير ده خلاص ضمننا إن هو هيفضل في السيتوبلازم، مش هيطلع بره. يعني هيتم بقى نكمل بقيه الخطوات بتاعتنا. ليه؟ ضمننا خلاص حصل له فوسفوريليشن واضافه فوسفات فمش هيطلع بره الخليه. فنروح للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه احنا عايزين نحول الجلوكوز 6 فوسفات الى الفركتوز 6 فوسفات. جميل. طيب سهله؟ الحقيقه مش سهله. الانزيم ده اللي هو فوسفو جلوكوز ايزوميريز اللي هو بيحول الجلوكوز المفسفر ده الى النظير بتاعه. النظير بتاعه اللي هو ايه؟ اللي هو فيه نفس عدد الذرات بس ترتيبها مختلف. ما يقدرش يتم يشتغل على الرينج فورم بالشكل ده اللي هو الشكل الحلقي. امال لازم يحصل ايه؟ هنا اصبح فيه مشكله. طب نحل المشكله دي ازاي؟ اللي هي الخطوه الثانيه بيحصل فيها ايزومرايزيشن. طيب ده بيتم ازاي؟ بيتم ان جلوكوز 6 فوسفيت الحلقي اهو الجزء المظلل ده هيحصل ان هو يتفرد من هنا، فبالتالي اهو 1 2 فيتفرد. خلاص يبقى هنا هو هيبقى في شكل اوبن تشين فورم في الشكل المفتوح، مترقمين 6 اهو، وادي الكربونه اللي فيها الفوسفات.
طب كده احنا حولناه للشكل ده. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان جلوكوز 6 فوسفيت المفرود اللي هو اوبن تشين فورم او السلسله او الشكل المفتوح، هو ده بقى اللي يقدر يشتغل عليه الانزيم اللي هو الفوسفو جلوكوز ايزوميريز. ايز يعني انزيم، ايزومر اللي هو النظير، وبيشتغل على الجلوكوز المفصفر. يبقى ده الانزيم اللي هيحول الجلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيت. يعني حصل تغيير فين؟ في الجزء المتظلل ده هنا اهو بالشكل ده. يعني ايه؟ لو بصيتوا هنا ادي كربون اهي وادي اكسجين، ال اتش دي وال اتش دي هيروحوا هنا، فيبقى سي اتش 2 او اتش، ما هي او واتش اهي. يعني ايه؟ الاتش دي هتيجي مع الاتش دي، والاتش دي هتروح فين؟ هيبقى دول 2 اتش، يبقى سي 2 اتش، يبقى سي اتش 2 اهو وادي او اتش. طب والكربونه اللي هنا لازم تبقى رباعيه التكافؤ، هتعمل دبل بوند او رابطه ثنائيه مع الاكسجين. المهم مش هنخش في تفاصيل كيميائيه، اصبح عندي فركتوز 6 فوسفين. بس انا مش عايزه هنا اوبن تشين، انا عايزه شكل حلقي. يبقى نرجع يتحول للشكل الحلقي مره ثانيه بالشكل ده. طب لما نرجع بقى الخطوه دي مره ثانيه كده، الخطوه الاولانيه ما ننساش ان اول خطوه اللي هي دي نسيت اقول فيها ايه؟ نسيت انوه ان التفاعل اللي هنا اتجاه واحد. التفاعل اللي هنا اتجاه واحد. ليه بقول ده؟ هنعرف حالا دلوقتي. انما التفاعلات اللي بعد كده كلها اهي تفاعلات الاسهم بتاعتها رايحه جايه بالشكل ده، يعني ممكن يبقى تفاعل عكسي في اتجاه الاخر. وبكده نكون اتحولنا الى الفركتوز 6 فوسفيت. بس هنلاحظ حاجه، ان الجلوكوز اللي كان موجود عندنا هنا اهو كان الحلقه سداسيه. هو 6 ذرات كربون بس الحلقه 6 سداسيه. انما هنا الفركتوز حلقه خماسيه، يعني ناقص كربونه؟ لا، بس اصبح في كربونه ثانيه بره، يبقى الكربونه رقم 1 ورقم 6 بقوا بره الحلقه الخماسيه. طب وبعدين لما استفدت ايه بقى بالشكل ده؟ هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. الخطوه الثالثه بقى برضو عمليه فصفره، الفوسفورايزيشن اللي هي اضافه ايه؟ فوسفور بس هنا على الفركتوز. يبقى بدل ما الفركتوز في واحده بس في رقم 6 فوسفات اهي، لا هتبقى كمان في رقم 1. وهنستهلك الجزء الثاني، يبقى في رقم 1 خطوه رقم ستيب 1 وستيب 3 فيهم استهلاك طاقه. طب ايه الانزيم اللي هيشتغل؟ ايز يعني انزيم كاين، هينقل طاقه على الفركتوز المفصفر اهو، فيضيف له واحده ثانيه، فيبقى فركتوز 1 6 باي يعني 2 فوسفات. يبقى الفركتوز اللي فيه 2 فوسفات في رقم 1 اهي ورقم 6 اهي، ويبقى استهلكنا هنا طاقه. طب ده هيحصل له ايه بعد كده؟ هنيجي للخط رقم 4 اللي هي عمليه البريك داون او الكسر بقى. يبقى هنا اتكسر السكر السداسي، يبقى هنكسر من هنا. ادي ايه؟ فين الكربون اللي هنا اللي عندنا؟ اهو خلاص الكربون اللي عندنا 1 2 3 4 5 وادي 6، هنكسر ما بين 3 و4 بالشكل ده من هنا. خلاص هيتكسر فركتوز 1 6 باي فوسفيت بانزيم الالدوليز. بس هنا في مشكله، ان الانزيم ده ما يقدرش يكسر وهو في الشكل الحلقي ده. الله، امال يعمل ايه؟ مشكله نحلها ازاي؟ يتحول الفركتوز 1 6 فوسفيت الى الشكل الاوبن تشين او الشكل المفرود او المفتوح، وهنا نقدر نكسر بالشكل ده اهو، ويتكسر ساعتها الفركتوز 1 6 فوسفيت بانزيم الالدوليز، يكسره لي الى مركبين ثلاثيين الكربون، 1 2 3 اللي هو الجليسرال دهاي 3 فوسفيت والداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. المركب ده هو اللي ممكن هو ده اللي ممكن نكمل عليه عشان نوصل نكمل لغايه نهايه الجلايكوليس. طب المركب ده مش هنستفاد منه؟ لا، هنستفاد منه ازاي؟ يتحول المركب اللي هو داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت الى الشكل الثاني اللي احنا عايزين نستخدمه اللي ماشي معانا ده. طب هنا الانزيم اللي هيعمل ده ايزومرايزيشن. خلاص يبقى الخطوه رقم 2 ورقم 5 ايزومرايزيشن اهي. هيتحول الايزومر بتاعه او النظير او الشبيه بتاعه، اعاده ترتيب الذرات يعني. طيب بس ده شغال على السكر الثلاثي المفصفر، يبقى الترايوز فوسفيت ايزومريز، يبقى الانزيم النظير اللي بيحول النظير بتاع السكر الثلاثي المفصفر ده للنظير بتاعه. وبالتالي هنا بقى اصبح عندي ايه؟ 2 من ده. يبقى بدانا بجلوكوز 1 اعطاني 2 جليسرال دهاي 3 فوسفات اللي هو ده. نروح للخطوه رقم 6، يبقى دول عندي منهم 2، واحد اللي هو طلع طبيعي والتاني اللي تم تحويله في خطوه رقم 5. هنا بيتم اكسده هذا المركب. خلاص وبالتالي اكسدته، كلمه اكسده يا جماعه معناها ايه؟ اضافه اكسجين او نزع هيدروجين او نزع الكترونات. وهنا هننزع الهيدروجينات دي، عشان كده الانزيم اللي هينزع اسمه دي هيدروجينيز. ايز يعني انزيم هيدروجين
ودي دي يعني هينزع هيشيل ريموف الهيدروجين، ريموفه منين؟ هيشيلوه منين؟ حلوه ريموف، دي مصري 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 يعني. يبقى ريموف الهيدروجين فروم اللي هو 3 كربون كومباوند، يبقى اللي هو دي هيدروجينيز، هيشيل اللي هو مركب الجليسرول دهاي 3 فوسفين، هيشيل منه مين؟ الهيدروجينه دي، يوديها لفين؟ للناد، ويحط مكانها البي دي. طيب هنا اصبح عندي نادي اتش، وده مركب غني بالطاقه، ابتديت بقى احصد الطاقه، ابتديت اكسب، ده مكسبي اهو، مكسب اهو نادي اتش، واحنا عارفين ان النادي اتش دي بتساوي 3 اي تي بي، ودي قصه احنا قلناها في فيديو سابق وهنعيدها تاني في فيديو مستقل بتصنيع الاي تي بي. المهم طيب هنلاحظ ان هنا في بي وهنا بي، الفرق بينهم دي بي اي بي ان اورجانيك، ان اورجانيك فوسفيت هيتحط هنا، يعني مش جاي من الاتش بي. خلاص لما يتحط هنا هيبقى غني بالطاقه، ومحدش يقول لي بقى الاكسجين جت منين وكده، احنا اتفقنا مش هنشرح كيمياء، مش هقول حاضرين هنضيف ميه وبعدين الاكسجين هتروح فين والهيدروجين هتروح هنا والبروتونه، لا خلاص يبقى دي هتروح هنا، ويبقى ده اصبح 2 1 3 باي فوسفوجليسرين، وكسبنا هذا المركب اللي هو الناد اتش. ادي اول مكسب في ستيب رقم 6، يبقى 1 و3 استهلكنا طاقه، 2 و5 عملنا ايزومرايزيشن، وادي رقم 6. نيجي لرقم 7 بقى، ايه اللي هيحصل؟ نبتدي نكسب تاني، ان ازاي نكسب الفوسفات اللي احنا دخلناها نرجع ناخدها مره تانيه، كاننا ضحكنا عليه يعني، خليناها نشطناها هنا ورجعنا خدناها بالاي دي بي فكوننا الاي تي بي اهو. طيب الكلام ده بقى اللي هو الحصول على طاقه او الفسفره، فده عباره عن كاينيز نقل طاقه من البي وحطيناها لهنا فبقت الاي تي بي، ده اسمه فوسفو جليسريد كاينيز، وبقى عندي مركب فيه واحده بس فوسفاته اللي هو 3 فوسفوجليسريت في رقم 3 طبعا زي ما احنا شايفين. نروح للخطوه رقم 8، هنلاقي ايه؟ الفوسفاته اللي موجوده في الكربون رقم 3 هنا مش غنيه بالطاقه، يعني لو فري انرجي، يعني لما يجي نحللها او نشيلها مش هتدينا طاقه كفايه، فيعمل ايه؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء بقدر، فتتنقل من رقم 3 لرقم 2 عشان تعمل رابطة قوية، فتبقى هنا في الحالة دي غنية بالطاقة. طيب التحول ده اللي هو الميوتيز، فبيفوسفو جليسرات ميوتيز، بينقل الفوسفاتة من رقم 3 لرقم 2، يبقى بدل 3 فوسفو جليسريت يبقى 2 او 2 فوسفو جليسريت. طب لما بقت هنا بقت قوية والرابطة قوية، لما نيجي نطلعها نحصل على طاقة زي ما هنشوف دلوقتي على طول كده؟ لا، الحقيقة لازم أعمل حاجة قبلها، إن أعمل إيه؟ أخلي الرابطة أقوى، إزاي؟ إن أشيل إيه؟ أطلع مية، آدي الهيدروجينة دي، وآدي الأو إتش اللي هنا، طلعوا لي في المية اللي هنا، أهي، فبالتالي بيتكون هنا دبل بوند، فتبقى ساعتها الفوسفورة اللي هنا قوية جدا، اللي هي هاي إنرجي أوف إينول فوسفيت لينج، بقت رابطة قوية للغاية، رابطة الإينول دي. يبقى الخطوة رقم 8 اللي هي إعادة الترتيب الفوسفات من 3 ل 2 ثم عمل دبل بوند بالشكل ده بإنزيم الإينوليز ده كله، خلاص بيهيأ لي وإن التركيبة دي بتكون غنية بالطاقة. ليه؟ عشان الخطوة رقم 10، إن أقدر بقى ساعتها أشيل الفوسفات دي واستقبلها بالإي دي بي اللي هو أدينين داي فوسفيت عشان يديني الإي تي بي بالشكل ده، يبقى حصلت كمان على مكسب أهو الإي تي بي، وتكون عندي البيروفيت ده اللي هفوت هيبقى جاهز أو بيستعد إنه يروح داخل الميتوكوندريا لدورة كريبس، وده اللي هنشوفه في فيديو قادم بمشيئة الله. المحصلة بتاعتنا بالشكل ده يا جماعة أهو الحمد لله. يبقى كده انتهينا من الجلوكوز ده اللي هو كان مركب حلقي إلى مركبين ثلاثية الكربون، يعني كأننا كسرنا رابطة من هنا أهي. بس اثناء هذه الانساب احنا صرفنا استهلكنا 2 اي تي بي وحصلنا على 4، طبعا لو شلنا 2 من هنا قصاد 2 من هنا يبقى عندنا 2 اي تي بي مكسب اهو. طيب والواحده من دي ب 3 اي تي بي، 3 و3 6 و2 8، لا واحد يقول لي 10، صحيح ما هو 3 و3 6 و4 10، بس احنا استهلكنا 2، يبقى نطرح 2 من ال 10، يبقى كان المكسب بتاعنا في الجلايكوليسز هو 8 اي تي بي، يبقى البريك داون او تكسير أو هدم أو أكسدة الجلوكوز إلى جزيئين من البيروفيت بينتج عنه 10 اي تي بي أو المحصلة يعني، لكن احنا بنستهلك 2، فيبقى المكسب أو النت ريزلتس هو عبارة عن 8 اي تي بي، وبكده بنكون نهينا عملية الجلايكوليسز أو التحلل. وبكده بنكون نهينا التحلل السكري، إن كنت أخطأت فمن نفسي وإن كنت أحسنت فمن الله. وإلى أن نلتقي في محاضرة جديدة من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.